استاذ ناصر، ملاحظاتكم ايه على اليوم ده؟ شوف يعني حتى هذه اللحظه يعني كميه الشكاوى المفترض ان هي جايه قليله للغايه، وكمان بتتراوح ما بين الشكاوى الاساسيه بان في لجان تاخرت في فتح باب الاقتراع، ولجان اخرى يعني سارعت بالاغلاق مبكرا، شكاوى من هذا القبيل. وفي الشكوى الاساسيه اللي هي بعض مسؤولي اللجان اللي كانوا بيحاولوا ياثروا، وتدخلت اللجنه العليا للانتخابات فورا باستبعادهم يعني او بتغييرهم يعني. ما عدا ذلك فهي شكاوى بسيطه للغايه، يعني لها علاقه بلخبطه كشوف احيانا، عدم وجود لجان او مسافه بعيده ما بين الشخص وما بين اللجان يعني. احنا بنتصور ان هذه الانتخابات يعني مش بالضروره تقع فيها النوع الجبار من التزويرات العنيفه التي تؤثر في نتيجتها، لان الحاله التنافسيه في هذه الانتخابات لا تدعو الى ارتكاب مثل هذه الجرائم. ولكن المؤشر الاساسي في الموضوع هو نسبه المشاركه، ودي المساله الملحوظه في هذه الانتخابات. بتقيمها بايه يا استاذ ناصر؟ يعني بصراحه متوسطه للغايه. متوسطة للغايه. يعني كنا نتوقع ان تكون اكثر من بالقطع، لانه الاصل في الانتخابات بالذات الانتخابات اللي بتتم على يومين، بانه بيبقى الجسم الاساسي للانتخابات بيبقى في اليوم الاول، واليوم الثاني متروك لاصحاب اللي عندهم مصالح او اللي كان عندهم منشغلين في اليوم الاول يعني، فيستطيعوا ان يتداركوا الامر بالذهاب في اليوم الثاني. تفسيرك ايه لهذا المعدل من المشاركه؟ يعني انا بتصور انه هناك اكثر من فعل ربما يكون متسبب في هذا الامر. الاساس في انه كان ممكن اليومين دول كان يعطى يوم احد منهم من الايام دي اجازه، مش لازم بكره اجازه. بالظبط كده، كان لازم وبالذات بكره اعلن ان هو بالظبط كان، وبالتالي كان يصح ان كان اليوم الاول هو اللي يبقى اجازه عشان ياخد الجسم الاساسي من المشاركين في العمليه الانتخابيه. الامر الثاني درجه الحراره والصيام اللي كان موجود النهارده في مصر، اعتقد ان هو حال دون مشاركه البعض. الامر الثاني هو ده الاساس الاداء المصري يعني، اللي هو يعني ايه، طالما المصريين مريحين يعني فيها مريحين. راحه بيروح مريح يعني.